الله ما شاء الله. دابا البلاد هاد البلاد هادي اللي فيها الربيع باقي دابا كاين الثلج، داك الندى الندى تيتلج عاد دابا البرد ما شاء الله، عاد السمر كما تنقولوا هنا تما بلي ملا السمر ولا وشي البرد، البرد قارس تحت المدارس في شهر مارس، أشرقت شمسنا على مدرستنا ترسل إلينا من أشعتها. باقي صغير قريت هذه في المدرسة، كنت نقرا في الثاني ولا في الثالث، كنا غاديين واحد الرحلة مع الصباح هو معلم الله يذكره بخير، الأساتذة تحية الأساتذة كاملين ديال العالم ما شاء الله راه تفيدونا تعلمونا العلم بزاف ديال الحوايج، تحية لكم إخواني أخواتي الأساتذة تبارك الله عليكم. أما قلتي يلعب هو صاحبو زورو مع الصباح، إوا كان هذاك المعلم مسكين تيحفظ فينا هذه أشراقات شمسونا. هي دارت ليام ومشات ليام وأشراقات شمسونا على مواشينا ما شاء الله، ما كلهم مسكين كيتخرج، كان الدراري تخرجوا معلمين كلهم مسكين اللي كانوا تيقراو معايا كيفاش تخرجوا. واحد مولا خرج تسرحيت ما شاء الله في اوروبا، اي على ما اوكلي. هو المكتب عندي انا وهذا راس الدبابة، ماكينة قديمة هادي. أي الحلوف، أنا كاين الحلوف، الغلم مسكينة تابعاني دايرة فيا الطيقة، حشور شم ريحة الحلوف تزيد حشور، طلعوا لي نشوفوا اش كاين. ها هو الحلوف، قديش الشور زربان، الشور باغي يفطر. ما شاء الله ما شاء الله الحلوف هنا موجود، هذا الحلوف هذا ديال الكسيبه، الغلم وقفت شافني وقفت هي توقفت. السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي متتبعين قناة تربية الغنم في إسبانيا، معكم عبد المولى. صراحة ديما الشكر لكم، الله يجزيكم بخير كما ديما ضروري نعطيكم الشكر على المتابعة والبارتاج والوقت اللي تتعطيونا من وقتكم، الله يجزيكم بخير شاهد الفيديوهات والقصص، الله يرحم والدين. اخواني اخواتي المتبعين ان شاء الله اليوم غنحكي لكم قصه ديال واحد الشاب، هو عنده 26 عام سميتو يوسف، هو هذا يوسف اخوتي، يوسف هو من جديده مدينه جديده، وتحيه لاخواني المغاربه حشروا بلا يهرط ما شاء الله. دكاي هذيك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نخليو حشورتي يسكت على خاطرو. حشور حشور تسكت، ويي فكرتو عيطت لي باش يسكت هو جاي. بسم الله دكاتا ضروري ديرو دكه ديال اتاي في البوطه،
إخواني أخواتي المتتبعين، اليوم إن شاء الله ما شاء الله غادي نحكي لكم واحد القصة وغادي تستافدوا ليها. وهاد القصة خوتي راها مع مافيا. كما قلت لكم الأخ يوسف عنده 26 عام، والأخ يوسف هو من مدينة جديدة دكالي أرليا. هاد القصة هادي وقع في 84، في 84 بدات القصة مع يوسف 1984. ديك الساعة أنا ما شاء الله يلاه عندي 3 سنين، أنا ولد 81. قصة قديمة هادي إخواني أخواتي. يوسف كان هو تيخدم حمال صنادق ديال الخضرة للكميونات، كان تيخدم وكان وتبارك الله دي يوسف كان صحيح، عنده 26 عام وصحيح وعريض وعالي تبارك الله. كان تيخدم حمال ديال الصنادق ديال الخضرة، تيخدم مع الكميونات ديال الخضرة وتيشارجي ليهم السلعة في الكميونات. إوا سيدي مشات ليام وجات ليام، وحال النهار ويهود مع واحد الكمايو للدار البيضاء كازا. تحية للناس الدار البيضاء السطات كاملين المغاربة من طاجة حتى الكويرة، فين ما نذكروش مدينة نعطيو ليها التحية. إوا إخواني يوسف هبط للدار البيضاء مع الشيفور ديال الكمايو، بغا يهودو شي سلعة لتم ومشى معاه صاحبو. تيعرف الناس دوك الشوافرية وداكشي تيمشي معاهم بعض الأحيان البياخيات. إوا سيدي هبط لكازا، مشات هبط داك النهار دوز فيه، داز واحد السيمانة تاني هودو لكازا ويتعرف مع واحد السيد، تعرف مع واحد السيد كازاوي بيضاوي ولا الصديق ديالو، هضرة تابعة يوم تابع يوم ولاو صافي صحاب. واحد المرة داك البيضاوي ويقول ليوسف، قال لي شوف أخي يوسف هود عندنا هنا للدار بيضا وتخدم وداك الشي وتدبر على راسك. إوا يوسف تبارك الله تا هو طاحت لي ديك الفكره، هو يهود للدار البيضاء، استقر في الدار البيضاء شي ايامات بحال هكايا، تيخدم في الدار البيضاء حمال ديال الصناق ديال الخضره، اي حاجه ثقيله تيخدم هو كان صحيح تبارك الله. واحد المره هبط معاه المرسى ويبان ليه بلان، اش بان ليه هذا البلان هذا، هو يضرب في داك الكونتير اللي ديال السلعه اللي تيجي من اوروبا ويركب فيه ويزهق لاوروبا. تا هو باغي يمشي لاوروبا، كان تا هو حلم ديالو يمشي لاوروبا، مع ذلك ديك الساعه كان غير بالباسبور، والله اعلم الله اعلم واش 91 باش بدل الباسبور. المهم يا ديك الخوت، وتنصح الاخوان ما يعودوش يديروا هاد القضيه ديال نعاود لكم على القصه هذه وما ديروهاش، راه ما كاين موعد. راه خوتي من داك الكونتير ديال السلعه ديال 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 الباطواس، هو جا حشور حشور، ولكن درت لي هاد العصا دي باش نعود نخلعو بها، يقدر يجي دابا وراي. ما ننصحكم اخوتي ما تلخطوش تدخلوا لهذوك الكونتيرات ديال السلعه اللي تيمشيو في الباريخات في الباطوات، راهم واعرين اخوت. راه كاين اللي تيتسد ما تيمشيش وتيبقى هو خاو من السلعه، تيبقى في المرسى يبقى شهر شهرين عام ولا هو سادين، وتمايا بنادم راه يولي هيكل ديال العظم الداخل في داك الكونتيرات، يموت بنادم. تنصحكم اخوتي ما تبقاوش ديروا بحال المغامرات اللي واحد تيقول نضرب ونزيد نزهق، راه الحريق راه ما ساهلش، راه حتى وزهرك اما تمشي فيها اما تقطع حتى وزهرك، مغامر بالجسم ديالك بالحياه ديالك. معلنا اخوتي يوسف ضرب فواحد الكونتير تخشى فيه تخبى، ضرب فيه واحد النهار ولا نهار ونسكواك، فتحوا داك الكونتير مواليه وما يصيبوا فيه يوسف. وهو مواليه شكون هما؟ ايطاليا. عقب مشى قطع للطاليان، صافي زهق في داك الكونتير للطاليان، صافي عقبو تلقوه ما داروا لي والو، تلقوه في داك المرسى خرج بحالو، شدوا منو المعلومات منين انت منين جيت وداك الشيء، قال لهم انا مغربي وجيت من هنا. يوسف هو يزهق للطاليان، الريام اللي زهق للطاليان فين غادي نمشي فين ما غادي نمشي، هو يطلع اخوتي البيرغامو. هاد بيرغامو سبحان الله العظيم فيها المغاربه بزاف، تعاودوا لي عليها القصص بزاف. هاد بيرغامو مشى لبيرغامو اخوتي ويريح فيها لتمايا، اليوم غدا خدام تا هو في الفلاحه مع الاخوان، تيدي باني في داكشي اللي قسم الله. الريا ضرب فيها عام، هذيك بيرغامو ضرب فيها عام ويهود لتورينو، مشى لتورينو لتمايا ثاني لتما تيدبر على راسو، ولا صافي يوسف ولا عارف الطاليان كيفاش يدخل فيها ويخرج وتعلم شويه اللغه، وهو ديك الساعه ولات عنده 27 عام بسم الله. يوسف الخوت ضرب عام في طاليان، مشى المره الاولى لبيرغامو، من بعد مشى لتورينو، استقر ثاني في تورينو شي ايامات، هو يتلاقى مع ولاد البلاد البيضاوة شي دراري خارجين على الطريق تيبزنزو تيبيعو هادشي ديال المخدرات، ولا تا هو تيحمل معاهم الطروفه والقطبان وداكشي ديال 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 الزطله
تاهو ولا شاد قنيته و تيقطع تا هو الحشيش، تيبيع الحشيش يبيع الغابره، دخل هادشي ديال المخدرات صافي. داز الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، ولا تيعرف تا هو كيفاش يبيع ويشري وداك الشيء، ولا دارتو الليره، ولا ديك الساعه كانت الليره ما كانش الاور، ولا مدور الصرف. ارليا من اللي فين دي سيمانه في الاخر ديال السيمانه، السبت الجمعه والسبت تيمشيو للبلاصه فين كاينين الملاهي الديسكوتيكات، تيمشي لتمايا تيشد قنيته وداك الشيء وتيبدا يقطع فيها لتمايا الزطله. دايزه كل مره كل سيمانه تيمشي صافي. اش ولا تيدير؟ ولا تا هو تي تي تيدخل الديسكوتيكا وداك الشيء، تيبقى ينشط تا هو ويشرب وداك الشيء، ولا تعدي الصحبات تتكثر ولا تتعرف. اريب بحال المرات تيدابزو تيدابز مع هذوك اللي تيقطعوا الزطله شي بعدين اخرين، تيجيو تيبغي يديو هذيك الزنقه فين تيقطع هو، تيقول لي ما تقطعوش هنايا، تيبغي يدابزو معاه. واخوتي قال لي هذا اللي عاود ديال القصه راه كاين في الميريكان، قال لي راه اللي شدو، قال لي اللي شدو تيمحطو في الارض، قال لي ما تيسمع ما عقل، جوج ثلاثه اربعه قال لي تيهزهم وتيخبطهم. هما يسميوه اخوتي النمس، ولا معروف تما مابقاش هذاك يوسف، ولاو تيعيطوا ليه النمس، ولا هذا هو اللقب ديالو النمس. النمس صافي، النمس هو اللي ما كاينش اللي يجي قدامه لتمايا هاد النمس. قال لي تبارك الله عرفتو قداش؟ قال لي راه كبير، قال لي عالي تبارك الله وعريض، وقال لي راه والشعر ديالو كرد وعد، وقال لي واحد الفيغور عنده في شكل وعريض، هو قال لي تبارك الله ما شاء الله، قال لي راه جوج ثلاثه، قال لي ما تسمع ما تعقل عليهم. قال لي ما ولا معروف في ديك الشارع تما ديال الدوسكوتيكات. قال لي هذاك الديسكو، هذاك الديسكو كانوا عندو هو داك البورتيروز، دوك الكوارديه ديال الديسكو، تيخليك تدخل ما يخليكش تدخل، اللي دار الصداع تيشدوه ما يخرجوه من الديسكوتيكا. كان معروف مع واحد جوج اخرين، ولكن هما كانوا تيقولوا لي ما تبقاش تبيع لينا هنا لداخل الزطلة، تجبد لنا صداع مع الباترون، هما طاليانيين. وعقب تبدل واحد طالياني وجابوا واحد اخر، جابوا واحد اخر رومانو خدام تمايا، هذاك اللي جا جديد ما تيعرفش هذا النمس، هذا يوسف ملقب بالنمس ما تيعرفوش. كان هذا النمس بغى يدخل وما خلاش هذاك الرومانو، ما خلاش، قال لي ما تدخلش الديسكوتيكا، قال لي ما تدخلش، عارفه بكم مغاربه وهذاك الشيء ما تيبغيش يخليك تدخل. تجرى شي تف الصبري ولا ما كنت مغربه ما تيبغيش يخليك تدخل وهذاك الشيء، ما عرفت علاش. ايوا ريا الخوت هو يدافع معاه من هنا، من اللي بقى تيدافع معاه، تيدافع مع النمس هذاك الرومانو تيدفع فيه. قلت هو عقود النمس تاع عقود هو صيفط عليه الجدار، ضربوا له البلاصه هذه، جابوا كاو فرش في الارض. كان ديريكت واحد قال لي الدري ما تي الواحد ما يعقبش يتقعد، صافي لا ضربوا بشي ديريكت، قالوا حشر بقى يتلبد حتى جا وراي تينشروا في الارض. اخوتي هو يعيطوا للمخزن، جاوا المخزن شدوه داوه الكوميساريه باش يبيتوا ديك 24 ساعه. الغد اليوم ما يتلقوه هو بقى يتعجب، كان تيقول غادي يمشي فيها للحبس، هذاك راه نشرو في الارض. شكون اللي كيفاش تتلقوه؟ عقب سمح لي هذاك الرومانو والباترون ديال داك الرومانو اللي من الديسكوتيك هو اللي قال داك الرومانو سمح لي، عا سمح لي خرجو. ملي خرجوه واش دو داك الباترون قال لي تعالى، قال لي تعالى النمس، قال لي انت دابا تتبقى تبيع هنايا وداك الشيء وتتبقى تحرق في راسك في الوسخ، هذاك الشيء ما يقليك والو، انت باغي تخدم تخدم، اجي خدم معايا بورتيرو. عجبو هذاك مول الديسكوتيك، هذاك مول هذاك سميتو مول الملاهي، عجبو هاد النمس راه رايد تبارك الله، فين هو البورتيرو ديالو نشرو ليه في الارض. قال لي تخدم معايا وداك الشيء، حتى هو الشاف ديال هاد البورتيرو هنا صافي، هو يشدك هو يخدم معاه. ولا النمس حتى هو بورتيرو لابس لك حتى هو الكومبلي، واقف عند الباب، دخل حتى ما تدخلش حتى صافي. بنادم الا جا شي واحد بغى يدير البساله وداك الشيء ودفع عليه وشد الوراق، الا بغى يجي شي واحد يدير البساله ما كاينش، ما تيسمى ما يهزو حتى الفوق ويخبطو. صحيح تبارك الله، وراه معروف معروف. وهاد النمس هادي راه ماشي هو اللقب ديالو الحقيقي، انا راه بدلتو ليه، راه ما بغيناش نقولوا النمس اللقب ديالو الحقيقي راه خطير، مازال القصه غادي نعاود لكم عليه طويله. بسم الله عشور شتك رخيت ودني قلت لي تتصنط ليا ثاني. عجبات قصه النمس؟ ترى هو النمس، ترى هو البورتيرو عزيز عليا حشر سبحان الله. الان دري ويش حشر هداك تهز ليا هنا، كاين هنا البوكاديو ديالي. ارليا خوتي النمس ولا خدام بورتيرو في ديك الديسكوتيكا، ولا هو الشاف ديال بورتيروز اخرين وعريض، وما كان تيتريني ما والو. وقال لي هاد الدري هذا، قال لي واش ملي كان تيبزنز وداك الشيء ما تيهش هو كاع شي موس ولا شي سلاح ابيض ولا شي حاجه، و
وابيديه قال لي هو جي بنادم قال لي تشدو تيقردو ابيديه جيت تا بالموس ولا جيو ثلاثه بالماس ولا بالزرع ولا بالعصي قال لي ما تيهش شي حاجه قال لي والله تيهلاف قال لي والله ما تيهش شي حاجه قال لي قال لي ابيديه بحال كواك بحدهم تيجي صافي يدخل وسطكم قال لي اللي شدو يقردو قال لي اللي شدو صافي هبط عليه قال لي صافي مشى بحاله وصافي ولا بنادم هو اللي قال لي تيشوفوا البنادم ديك الفيغوره عنده شعره كرد قال لي بنادم يخلعو داكشي باش شدو داك البورتيرو صافي ولا شاد داك الديسك كل تمايا ما كاينش اللي دخل 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 خرج خرج صافي داكشي اللي داير مشات ضرب فيها واحد 8 شهر 8 شهر اخوتي والناس خدام في هاد الديسكو واحد المره جاو واحد الربعه جاو واحد الربعه بغا يدخلوا سكرانين طاليانيين ما يدخلوا فيهم سكرانين وفيهم حضره وداكشي ما خلاهمش قال لهم الوراق عطاوه الوراق وداكشي واحد الواحد ما بغاش يعطيه الوراق ثلاثه عطاو واحد الواحد قال لي ما نعطيكش علاش نعطيك الوراق انا ندخل سكران وداكشي قوقه تيقول لي ما تدخلوش ما تدخلوش وداكشي صافي تنعرفوا شكون نتوما وداكشي خاصو تعطيه الوراق يعرفك شكون انت باش يخليك تدخل داك الشيء ديال الخدمه ديالهم هما دوك الكارد دوك الكواردا سبالدا تيقول دوك البورتيروس ديال الديسكوتيكا بقى زايد معاهم في الهضره وواحد الواحد هو يدفعو ما دفعو واش دو يطراكي برك عليه صافي حكمه جاو دوك الثلاثه والو ما دراوش معاه دوك الثلاثه الاخرين با يطيحوا هذاك الشيء والو ما قدوش عليه صافي كاع تيكوفر عليهم تيخدخدهم كاملين تيديهم ويجيبهم بربعه هو ما بغاش يضرب صافي هو عقب خرج الشاف ديال الباترون ديالو وداك الشيء قال لي نو 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 قال لي بحال هضر معاه قال لي خليهم يدخلوا دخلوا هذوك دوك الربعه دخلوا دوك الربعه هو بقى مغلغل عليهم دخلوا شربوا وداك الشيء صافي مشى الليل وجا الليل بداك الشيء بالليل وملي كانوا بغا يخرجوا وما يعطيه النمره وقالوا لي شوف قالوا لي اسمح لينا وداك الشيء راه درنا معاك الضد وداك الشيء اسمح لينا وداك الشيء تنطلبوا منك تعتذر لنا وعلى حساب داك الشيء اللي درنا معاك بقينا عطاوه نمره وقالوا لي لا كان ممكن نتلاقاو بيك ونتعرفوا عليك صافي شد من عندهم النمره دازت واحد اليومين قالوا لي عيط لينا وقت ما بغي دازت واحد اليومين قال لي راه غادي يكون الخير قالوا لي راه ما تخممش شي حاجه حتى عيط لينا هو تيعرف هو الناس هو تيبغي هو داك الشيء صافي عيط ليهم قال لهم كيف باصا شنو قالوا لي لا كان ممكن نتلاقاو وداك الشيء فشي قهوه ونريحو نتلاقاو تلاقى بجوج مشى للقهوه تلاقى هو ما كانش شي خاف اصلا مشى بجوج تلاقى بهم هما يقولوا لي شوف حنا راه مافيا وبغيناك تخدم معانا حنا راه ملي دخلنا لداخل سولنا عليك وداك الشيء اش اللي كنت دير وداك الشيء راه قالوا لنا راه كان بزناز وداك الشيء راه سولنا عليك وبغيناك تخدم معانا مافيا خوتي بغاو يخدم معاهم صابوه ني طور اربعه تيخطخط فيهم تيدي فيهم تيجيو هما مشاو هما يا من الداخل شربوا وداك الشيء صحاهم قالوا هذا راه هذا خصو يخدم معانا هذا هو كل شيء معانا في هذا المال طيحوا عليا الفكره هاد قال ليهم هو قال ليهم ما كاين حتى مشكل نخدم معاكم وكان كان قاطع ما تيخافش قال ليهم اش ندير ما ندير قالوا لي حتى هيا الله معانا وصافي فين ما مشينا حتى ما دير والو حتى بقى تسير معانا صافي هما يديروا معاهم هما عاد صاحب مافيا ولا معاهم صافي تيمشي معاهم تيتقدى وتيتقدى تيكون معاهم تيدير ما تيدير والو هو غير تيشوف فلوس داخله ولا تيعطيه فلوس اللي بغى تيعطيوها ليه من حد هو معاهم وداك الشيء وتا هما تيشوفوه وتيتعرفوا عليه وتيتعرف عليهم داز واحد الشهر شنو بحال هكاك صافي هما يقولوا لي هاد السلعه هادي ديالي هاد السلعه ديال هاد المدينه هاد السلعه ديالي تاقوا فيه وداك الشيء ولاو تعطيه الكوالا دق صحيح والطوموبيل وتيدي تيدي تيرجع تيعطيو 30 مليون 40 مليون اللي تيعطيو صافي الفلوس والله الدايره عنده شويه ثاني ولاو داخلين معاه ثاني في الغبره صافي دخل هادي دخل الكوالا ديال الغبره ديالي صافي هو يولي مشابك ليك مع المافيا صافي داخل ليها هاد النمس هذا ما تسمع النمس وهاد المافيا هادي تتكون مخلطه ماشي هادوك الطاليين صافي عرب اخرين داخلين فيهم واش بقاو مزميهم صافي فيهم عرب اخرين داخلين الريال خوت مشات ليام وجات ليام ولا هو ود دروغري كبير فيهم صافي هو تيعطيهم غير السلعه وتفرق على دوك البزنازه الصغار من 3 كيلو ومن 4 كيلو تيفرق عليهم الريال خوت مشى ضرب واحد العامين ولا 3 سنين هو خدام معاهم بهذه الطريقه
ولا تركب لك على البوش والفيراري صافي ما كاينش النمس صافي اخر موديل تركب عليه. وما يعطيو ثاني الفيزا ديال الميريكان ولا يمشي الميريكان يمشي فين ما بغى صافي ما يعطيو فيزا ديك راه ما فيهاش كيفاش تيديروا لك داكشي صافي تيمشي حتى هو لميامي ولا هاواي حتى هو راه صافي ولا الفلوس داخله ضرب واحد 3 سنين ولا 4 سنين بحال هكا. هالريوح المره هي تجي تنقنيقه. شنو تنقنيقه؟ قالوا لي داكشي اللي دوزتي على الدكاك على المافيا راه عاقوا بيك. ما سمع هذيك الهضره بهكاك جمع صاكو وحويجي وداكشي ويخرج. كان ساكن في الفيلا ويخرج منها اهرب. اش كان تيدير هو ديك عامين الاخر ضرب معاهم عامين شاد معاهم الخط وعامين الاخر هي 4 سنين ولا تيدير ولا تيدوز عليهم الدكاكه. حنا تيقولوا الدكاكه هي تيجيب سلعه اخرى تيخشيها مع سلعتهم وتيفرقها تبيعها بحال ما تيعطيوه دابا 100 كيلو ولا 60 كيلو تيقول لك سير بيعها تبيع منها غير 30 كيلو و30 كيلو اخرى تيجيبها ديالو هويا تيجيبها بقى الثمن وتبيعها وتدي فيها هي الرباح وكلشي. دوز عليهم الدكاكه تيضرب الضرب صحيح تبيع الكليان ديالهم همايا بسلعه اخرى بسلعه اخرى تبيع عليهم تيدوز عليهم الدكاكه. واخ وهذا هو الخطا الكبير. الناس اللي تدخل تخدم مع المافيا وتيبغي يدوز عليهم الدكاكه راه ما يسمعوا ما يعقلوا عليه. ملي عاقوا به عاقوا به هالصاك ديالو كان هو مع واحد الطاليانيه داير معها علاقه في ديك الفيلا وداك الشيء ما عرفتش كيفاش هي اللي وصلت لي من الخبار. صافي عاقوا به هو يهرب. وديك الساعه وصلت في 94 مع ضرب واحد المده بوحدو وداك الشيء ديسكو من هنا من المدينه من لي في 94 هز ضربه هو يهرب. مشى هو يهرب للمغرب وكان هو تيصيفط الفلوس. ضرب اخوتي شي 4 المليار اللي ضرب ليهم دوز عليهم الدكاكه 4 المليار. الريال مشى للمغرب هو يشري لك واحد القهوه شرا قهوه ما عرفتش 500 مليون ولا داير مشاريع صافي يسمح في الطاليان في كل شيء ولا مرايح اللي قلتهم ويتزوج تزادوا عنده واحد الجوليدات وعايش بخير في المغرب. مشى العام الاول والعام الثاني صافي داير ليا المشاريع ولا فينا هو النمس يا النمس وكاينه الحديد الفرشخ في المغرب صافي. ايوا سيدي مشات ليام وجات ليام في 2006 هي تجي تنقنيقه. جات تنقنيقه راه جاو تيقلبوا عليه المافيا في المغرب وصلوا عليه جاو تيقلبوا عليه. شو دازت عليها مارت 10 سنين من 2000 من 96 من 94 هز دقه 12 عام 2006 صابت تنقنيقه بلا راه جاو تيقلبوا عليه. اش دار هويا؟ هو يهرب لمصر هو يهز اخوتي مرتو وليداتو جوج هو يهرب لمصر. مشى هرب لمصر ريح تما في مصر تخبى صافي عرف راسو راه لا شدو راه ما يعقلوش عليه. هو ملي كان داير ديك القهوه ملي كان داير ديك القهوه وديك المشاريع قال لي شي القهوه اللي بغى يشربها هو القهوه اللي بغى يشربها هو قال لي والله ما عوض راسو لا شربها. وقال لي ديما تيبقى يتشرش هذيك العشر سنين جاية ديما هو حاضي جنابو بحال كيشوف شي واحد جاي قاصدو يزق الوقفة داير اتانسيون ما عايش فراحتو هذيك العشر سنين كاملة. علاش؟ إنه هو عارف راسو هذيك راها مافيا وكان خدم معاها مدة ديال 4 سنين عارفهم خطيرين جرب ديك داكشي اللي كيفاش خدامين عارف راسو راه ما فشي ماشي سالم ماشي هاني شي نهار غادي يجيو لي يجيو لي. قال لي كان ديما تيبقى يتشرش ديما هو خايف الماكله اللي بغى ياكلها يشوفها كيفاش اش واقع لا ما دار بيدين ماكله ولا شي حاجه باش ياكل. وكان ديما بقول له ما بقاش قد يدور بزاف ولا تيخاف بزاف. هاريا ملي جاتو التنقنيقه هو يهرب لمصر مشى لمصر ضرب فيها تمايا عامين صافي خوا من المغرب ما بقاش تيرجع ليها. الريه بقى في مصر تمايا شي عامين قلت لكم الخوت. دازت واحد النهار داز واحد النهار اخوتي هو ساكن في واحد الدار هو ومرتو ولادو تيدق في دارو بحال هكايا حلت ليه مرتو هي تصيبو دير هي عوج دير بحال هكا وتيهضر تينطق شويه. قال ليها طاحوا عليا وغدروا بيا. مع قالها الكلمات هادو هو يموت في البلاصه. اش اللي وقع ليه؟ شدوه وصلوا عليه وصابوه في مصر شدوه مو يديه في طوموبيل ركبوه معاهم مع هو قال تعاود لمرتو قال لها شدوني وداروني في الطوموبيل وغادروا بيا وشربوني السم.
شدوا اخوتي وامي طلعوا في الطوموبيل، طلعوا في الطوموبيل شد شو شزوا عليه شي سلاح ولا شي حاجه ولا ما نعرف. امي يقولوا لي اشرب اشرب القهوه هذه، اشرب القهوه ولا نتيريو فيك ولا نقتلوك ولا نذبحوك ولا شي حاجه. اشرب القهوه، قالوا لي اشرب القهوه راه ما يجرى لك والو، اشرب القهوه. امي يديو ثاني حتى لحدا الدار، امي نزلوه نزلوه من الطوموبيله معوا غادي للدار وصافي. بدا تيعواج داك السم تيسرح ليه في الدم ديالو، دق حلت ليه مارتو صابته كله زرق وتيهضر تينطق داك النطق في شكل صافي. مات ليها قدام الباب، هي تجمع هي راسها وما يديه وما يداو. جاو مخزن السلطات وداك الشيء جمعوه داه، ما عرفوش شكون اللي دار ليه هذيك الحاله. اليومين هذا ما عرفوش شكون اللي دار ليه هذيك الحاله. عقبو هما النيت اللي وصلوا عليه وقتلوه لتمايا وخلاه منشور ميت. وشوف هما علاش هما قتلوه بديك الطريقه هذيك، ما داروش ليه شي جريمه بشعه، انه هو كان ربما خطر معاهم، كان شي حاجه مجهد معاهم، داكشي باش احترموه ما قتلوش شي قتله خايبه. اش اللي بقى فيهم هما؟ بقات فيهم هذيك القضيه اللي دوز عليهم الدكاكه، جا باش يصفي والي صافي. اي واحد واخا يكون رئيس ديال المافيا تيقتلوه، لا دوز عليهم الدكاكه صافي يقتلوه يقتلوه، ما قتلوش هما شي قتيله بشعه ولا شي حاجه. هادشي اللي قلت انا والله اعلم، هادشي اللي قال لي حتى داك الدرك يمكن هما معنا. قلت لي كيفاش هذا ما قتلوش شي ذبحوه ولا شي لعبه ولا علقوه في جاي؟ لا قال لي هذاك كان خطر. قال لي ما يمشي مشي بعيد، قال لي حتى هو كان تيقتل. شو باش قال لي كان تيقتل؟ قال لي حقاش هو كان لا بغى يشرب شي قهوه ولا بغى ياكل شي ماكله ما تيتيقش، ما تيتيقش تيقول راه فيه السم ولا شي حاجه. قال لي ان علاش حتى هو عارف ديك الطريقه ديال السم تيديروها، وربما تا هو كون راه دارها كان قاتل بها. وقال لي يقتل، قال لي مجرم هذا، قال لي يقتل يقتل يقتل، قال لي خطر اصاحبي، راه كان مرون لتمايا في الطاليان. وهنا اخوتي تنسالي لكم هالقصه هذه، وتنصح اخوتي الشباب راه حذار يا الخوت، صحابوا راسكم اوروبا ولا المغرب، هذا الشيء هذا راه زين ديال المخدرات والبزنس ونبيع ونركب على الفيراري ونهوت ثاني المغرب وغادي مخرج ليا ومخدم ديسك اسطيني الساقي وعمر لي الكاس. راه ما كاين موال هذاك الشيء والله، ما تدرش في الحياه السعيده، ما تدرش فيها بزاف، ما تطولش. راه الحياه اصاحبي راه هادي، راه غنسرح انا كاع غنسرح غنسرح ونبقى هاني في مخي احسن ليا، راه غادي دير وليدات وكل شيء بخير. اما لما تبع هذاك الشيء راه ما غادي ما غاتعيش مرتاح في الحياه ديالك، غادي تدمر ولادك ويقدروا يديو لك والديك ولا خوتك ولا هذوك المافيا هذوك يشدوهم يقول لك يلاه تتبان تجيب هذاك الشيء اللي ديس ولا نحرام ويديروها، راه يديروها ويصيبوك ويصيبوك. حقاش هذاك الشيء تكون فيه التبرقيك، هذاك الشيء ديال التبرقيك اي واحد يبرقك به، راه يشدوها شي واحد ولجاركم ولا شنو يتلبدوا لي ولا شنو يعطيو الفلوس يقولوا لي قول لنا فين كاين. كون راه واش مشى للمغرب ما عرفتوش انا كيفاش تصابوه في مصر، دخت انا في هذه كيفاش تلقاو تما الله اعلم. اش اللي قلت انا؟ قلت يمكن نعيط لشي واحد في مصر كان معاه في الطاليان صاحبه وتايق فيه، قال لي انا غادي نهرب عندك لتما لمصر. حقاش تما المصريين راه كاينين في الطاليان، كاينين تما تيديروا هذا الشيء هذا شي بعضين ماشي كل شيء، كاينين اللي خارجين على الطريق حتى الجزائريين وبزاف كاع العالم كامل فيه شباب خارجين على الطريق. في الاخر تيلعقوها مساكن تيلعقوها، حنا ما بغيناش هذا الشباب هذا يبقى غادي في هذا الشيء هذا. راه انا عشتهم في مدريد راه كل شيء الاغلبيه مشاو روفولي، مشاو روفولي لبلادهم صافي. تيعيا معاك المخزن اليوم غدا اليوم غدا، ديما هو شادك بقطيب حتى ديما شادك سكران في الديسكو مدا حس، تيعيو معاك تعطيك الاونوكينسي هذاك تعود تفرمي في نهار 15 ونهار واحد في الشهر صافي. في الاخر تيحيدو لك الوراق وتيرسلوك. ايوا خويا ملي انت غادي يرسلوك وانت مولف هنا لاوروبا وهذاك الشيء، ايوا ما خدمت انا في اوروبا ما بقى تخدم في البلاد، غاتفليبا صعب غاتفليبا ولا غاتعود تسرق وتادي ولاد البلاد وتادي بنت البلاد والمراه وتادي الناس تيكيلي تيولي يسرق المواشي. ولا صعب ديك راه ارضك اصاحبي، واتقي الله وبعد عليا ديال الناس. نخدم اصاحبي نخدم على قسم الله، لا حنا ما نعرفوش نتسقطعو ونديرو ونسرقو ونديوها زوينه ساهله نقش الواحد، وراه اي واحد يدير هذاك الشيء. ولكن لا المخزن راه من وراك راه ما يزقلكش، ما دير حتى المخزن راه ما محدودش، المخزن والله ما محدود، المخزن راه شو هو كله مسلح كله مريقل عندهم ما عرفت شنو هما، ما يزقلوكش، ما طير ما تسقطع، شدوك يشدوك يغبروك في الحبس، ما دير مخزن طويل المخزن يخليك تسري لي. انا جاب طيح لي التليفون.
هادشي اللي كاين الخوت، تنتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. الغنم تبارك الله راه ريحات، انا ريحت هنايا داكشي اللي شربناه اتاي، الغدا راه باقي ما تغديتش. تنوصيكم الخوت هاد الميساج هذا للشباب، خدمها اللي قسم الله، وتاكل خبيز حلال، تاكل واحد الخبيز حلال واد رافوكاديو تنجيبوه داير فيه المرقه والدواز حلال. داكشي تبارك الله ما ندي ديال الناس اخويا، ما يدي ليا ديالي، وبعيد نبعد انا مع راساتي نجيبها اللي قسم الله ونعيشها مع ولي. وتبيع غير القزبر بجد ريال بعشرة ريال بحكا، ودير واحد المراه بنت الناس وتجوج بداكشي اللي قسم الله تعيش معاها ودير وليدات، راه احسن. ها هو احسن من هذا اللي عنده ضرب لي مربعات المليار والبوش والفيراري في الاخر ولا هارب، ولا تيقول يا ريت نعيش انا مرتاح ما تلقاهاش الفلوس، خلاهم غير الوراثه. واحد خوه حتى هو طيح روح الله يستر، قتل روح قال لي، قال يقتل روح حتى هو ضربه ب 20 عام، حتى هو تعلم من هذاك الشيء ديال الفساد وهذا الشيء هذا ديال خارج على الطريق، علمه هو كان صافي من اللي جا دار المشاريع، ولا خوه ضعصر تيركب على هادي ولا هادي، ولا ضعصر خوه هذاك الشيء ما عرفش شحال المره هو يضرب واحد الموس قتله، قتلو ضربو ب 20 عام ديال الحبس، خرج حتى على خوه فلسو باش يكون دا شي طريق مزيانه وداك الشيء، لكن فلوس الحرام مو هادو. هاكا ها الشهور، ها هاكا ها الشهور، ها زورو اش زورو زيد زيد اش هاد الكلاب هادو، هاد سميتو الكلاب ماشي ما تنعطيهمش ياكلو تياكلو، هما عزيز عليهم هاد الماكله هادي ديال الانسان، حقاش ما تياكلوهاش، تياكلو ما غير هذاك الكروكيت اللي سميتو هذاك العلف ديال الكلاب طالع عليهم فروسهم عزيز عليهم، وما دروك هذا الشيء هذا الخبز حشور عاد دور بيه ها تبارك الله موجود، ولكن تيبغي ياكلو من الحاجه تناكل انا تتعجبهم تيبغي يشاركوا الطعام. هاكا زورو زيد، ها زيد، ها زورو، وما عزيز عليهم سبحان الله هاد الماكله. هاكا حشور جيتي تلبد هنا اخواني اخواتي المتتبعين، تتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. هذه الا كان قال لي واحد الواحد ماشي استمتعوا، ما بقاش قال لي تقول لي استمتعوا، قول لي استافدوا، وتكونوا استفدتوا في هذه القصه هذه ان شاء الله، وتعرفوا هذاك الشيء راه ما خدامش، هذاك الشيء ديال المافيا تكوا ونبغي ندير فيها بطال ونعود تانا نحكم ونكريسي وندير ونغبر ونركب على البوش والفيراري. اي اخويا راه هذاك الشيء راه والو، ما ديرش حياه زوينه طبيعي بحال هكايا مرايح تصير بوجك حمار وراكب على داك الشيء اللي قسم لك الله دي زويد، ولا نمشي على رجلي انا كاع نبقى غادي ونسير نتقهوى ونرجع لداري هاني ما نخاف ما والو، نتقهوى بخاطري. هو تيبغي يشرب قهوه مخلوع والقهوه ديالو، تيبغي يعاود قهوه ما تيتيقش حتى الكاماريروس دوك اللي خدامين معاه موظفين كاع ما تيتيق فيهم، اللي يوصيهم المافيا يقول لهم ديروا لي السم ولا شي ما بقاش تيتيق. هنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.